ايه ده؟ عيد ميلاد مين دول؟ يا سلام، هابي بيرث داي تو يو. ده مش عيد ميلاد، ده لسه صباحة. صباحة؟ وسميتيها ايه؟ الميم، عشان راسها صغنونة. راسها صغنونة؟ عشان كده بقى انت يا ياسمين دايما في اعمالك الفنية بتتأثري بحكاية راسها صغيرة دي، وتعملي الراس صغيرة والجسم كبير، مش كده ولا ايه؟ انا بعمل اللي انا شايفاه. اللي انت شايفاه؟ لعلمك يعني، لعلمك انا فاهم طبعا كل الحاجات دي، لان انا اصلا يعني عارفه ببقى دايما مركز كراجل اب يعني وباباكي وكده، ودايما تفكيري ان بما ان راسي كبيره جدا فبفكر صح طبعا طول الوقت. ايوه شوكاكا؟ ايوه قوي. فانا دماغي كبيره قوي، دماغي كبيره قوي. انا مش فاهمه منك حاجه. طبعا ده وضع طبيعي انك انت ما تفهمنيش، عشان انا كبير وراسي كبيره وانت صغيره وراسك صغيره فمش هتفهمين. عارف انا كنت دايما انا اكبر واحد في اصحابي، يعني دايما بيعتبروني الكبير، ودايما كنت ببقى مكبر دماغي مكبر دماغي. طيب ممكن بقى تاخدني تصلح لي ديت؟ عروسه دي ايه، دماغها وقعت؟ ده انا مش بس اصلحها لك، ده انا اجوزها لك يا ماما. ماشي، بدل ما هتعرف بقى تصلح العروسه خد ديت كمان، دراعها مكسور هتصلحها لي. ده ايه اللي كسر دراعها ده؟ لا طبعا اصلحها لك بسهوله. ماشي، انا رايحه الحمام. طيب على ما تيجي اكون صلحتها لك. ماشي. يا دي اللبخه اللي انا لبخت نفسي بيها، ودي دماغها تصلح ازاي دي؟ ايدها وقعت. صلحت يا بابا. لسه قربت، روحي هاتي لي ميه، هاتي لي ميه. دي دراعها، دراع ده مش دقيقة. اللبخة اللي أنا لبخت نفسي. هلعب بقى معاكي لعبة جديدة جدا، لعبة الذكاء، لعبة الناس اللي دماغها كبيرة جدا. يا بابا هلعب معاكي لعبة، يعني انت عمرك ما لعبتيها قبل كده، جديدة جديدة يعني. يا بابا هلعب معاكي استغماية. يا سلام، ما انا عارفاها. لا اللي انت عارفاها دي استغماية العبط يعني، دي اي كلام. لا انا هلعب معاكي استغماية اللعب، يعني ايه اللعبة هتكون مستخبية كلها وانت تقعدي تدوري عليها وتجيبيها. يا سلام، هي اللعبة بتتحرك؟ اللعبة مش بتتحرك، ازاي هتستخبى؟ ما هي دي بقى اللعبة، هي دلوقتي استخبت وانت بقى روحي دوري عليها. يلا المية. لا مش عايز مية، مش عايز مية. مين قالك عايز مية؟ أنا لا 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 مش عايز. يلا يلا يلا. دول اللعب دي كلها، انت هتغير النشاط ولا ايه يا عم؟ لا يا عم غير النشاط ايه، انا اصلي كسرت اللعب بتاعت ياسمين وما قلتلهاش. طب ليه كده يا دولا؟ ليه كده؟ ده اذا كان انا لما بكسر تمثال ولا حاجه بعترف بخطأي وبقول لك. انا اصلي يعني الموقف بيني وبين ياسمين اليومين دول متأزم شويه، فما اقدرش اصارحها بحاجه زي كده. يا دولا اسمع كلام اخوك، انت لازم تعترف لها قبل ما تعرف من وراك. يا دولا اعمل زيك يعني، زي ما انا بعمل كده معاك بالظبط، اكثر اقول على طول عشان اكبر في نظر نفسي وفي نظرك. يا ابني انت عمرك ما هتكبر في نظري، انت موقوف نموك عندي، مش عندي بس، انت موقوف نموك عند مصر كلها. طب ليه الغلط يا دولا؟ من غير غلط ولا حاجه، وانت بس فالح اللي بتكتب لي مذكرات. فين مذكراتك دي؟ يا دولا هتعجبك قوي يا دولا، على فكره. وريني بس يا عم، شوف اخر المذكرات دي ايه. اتفضل يا عم. مذكرات رمزي تقريبا، يعني انت مش واثق هي مذكرات ولا مش مذكرات؟ ممكن ما تعجبكش. وايه الصوره اللي انت حاططها دي وحاطط ايدك كده؟ طبعا اكيد درسك كان بيوجعك، مش معقوله تكون بتفكر يعني. دول انت عرفت ازاي يا ابني؟ ما انا فاهمك وحافظك يا ابني. وريني كاتب ايه. امسك. وخرج رمزي من بلدته حالما بالنجاح، واتجه مباشره الى محطه القطار، وركب رمزي القطار. ايه ده ايه ده؟ ده انت اسلوبك حلو يالا. ابن عمك بقى، وانت شاعر برضه يعني. بس مش معقول هقرا ده كله، وريني اخر صفحه كاتب فيها ايه.
ونزل رمزي من القطار النهاية. ايه ده؟ يعني انت ركبت القطر في اول المذكرات ونزلت من القطر في اخر المذكرات؟ معاناة يا دولة معاناة. وايه اللي في النص ده كله؟ بوم بوم تش تش بوم بوم تش تش مذكرات كلها بوم بوم تش تش توت. مذكرات 1200 صفحة بوم بوم تش تش توت. معاناة. أم علاء مين يخرب بيتك؟ هتنزل بس ولا يهمك يالا. أنا هنشر لك المذكرات دي يا ده رمز. أكيد عجبتك صح؟ يا ده أنت ابن عم أنا هخدمك. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس ينفع يعني مذكرات تتنشر من غير ما تتغسل؟ لا طبعا صح. خلاص انا هغسلهم لك وانت انشر على طول. في حبل حطوا لنا اهو بعرض البازار. يلا بسرعه. والله ده العشم برضه هدوله. يا سلام ده انا عينيا ليك. وادي اهي المذكرات اهي هتتغسل كلها اهي يا عم عشان تبقى مذكراتك على النظافه. اتفضل يا سيدي. بوم بوم تشتش. اتفضل انشر عادي كده. انشر معايا. هات شويه انشرهم من هنا انت انشر من هنا. يلا يا سلام يا سلام. ده يوم المنى يا رمز اما انشر لك مذكراتك بايدي كده. طب وانت ما عملتش كده ليه في الدواوين بتاعتك يا دوله؟ لا انا الدواوين ما كانتش ينفع تتغسل. صح. انت عشان مذكراتك واضحه من الاول انها وسخه فعايز النشر على طول. السلام عليكم. ها ياسمين ها عملت ايه؟ لقيت اللعب؟ دورت في كل حته وما لقيتهمش. الظاهر ان هما مش في الشقه. ايوه يا حبيبتي ما اصل اللعبه دي يعني لعبه الناس الاذكياء اللي دماغهم كبيره جدا زيي. طب دورت في الحمام بقى يا ياسمين؟ مين اللي عبيط هيخبي اللعب في الحمام؟ من غير لماضه ما دام ما دورتيش روحي دوري في الحمام. دوري في الحمام يمكن تلاقيه. ماشي شوف. المرة الجاية بنتك هترسمك من غير دماغ خالص. أنا فاهم أنا بعمل إيه ما تقلقيش خالص. أنا جبت العرايس أهو وكله تمام. المهم أخبيهم بسرعة قبل ما هي تيجي. دي دول ودي كمان هنا ودي كمان هنا. دي بقى أحطها فين؟ أحطها فين؟ أحطها فين؟ لقيتها. يا سلام انت اللي مخبيها. يبقى انت اكيد اللي عارف مكانها. فين بقيه اللعب؟ بقيه اللعب؟ طب انت دورتي تحت الكنبه دي؟ اه. طب ما تدوري تاني يمكن تلاقيها مثلا ما تكونيش دورتي كويس ولا حاجه. ايه ده؟ انا دورت هنا قبل كده وما لقيتهاش. العروسه دي مش بتاعتي. المره الجايه هترسمك براس حمار. مش بتاعتك ازاي بس يا ياسمين يا حبيبتي؟ دي اكيد بتاعتك انت مش واخده بالك. بس العروسه دي شكلها نظيف قوي. بعدين فين التوكه اللي انا كنت حاطاها في شعرها؟ ما ممكن تكون شالت التوكه مثلا لما راحت للكوافير. ما انت عارفه بقى العرايس بيتدلعوا يعني. بابا انت بتضحك عليا. العروسه دي مش بتاعتي. انا عايزه اللعب بتاعتي. ياسمين ياسمين طب تعالى افهمك. ياسمين عادل انسى ياسمين وركز في الخلفه الجايه وحاول تتعلم من اخطائك. ايه ياسمين ايه اللي مزعلك؟ انا عايزه اللعب بتاعتي. طب يا حبيبتي ما انا جبت لك لعب تانيه احسن منها كمان وجديده خالص. وفين اللعب اللي اتكسرت؟ ما راحوا بقى خلاص. المهم ان انا جبت لك لعب جديده واجيب لك كل اللعب اللي انت عايزاها طبعا. بس يعني ياسمين انت ياسمين انت شايفاني ازاي يا ياسمين؟ انا شايفك بابا اللي بحبه. طيب ما دام بابا اللي بتحبيه يعني معقوله تزعلي منه؟ وبعدين ليه كنت رسماني وراسي صغيره كده؟ انهي رسمه؟ الرسمه اللي انت كنت رسمه راسي صغيره وجسمي كبير جدا. لا في كراسه الرسم بتاعتك. اه
دي مش انا اللي رسماها، دي الميس بتاعت الرسم راحت رسمة كده على السبورة وقالت وراحت قالت لنا ان قلوا الرسمة ديت وكتبوا عليها بابا بس. يا نهار ابيض، يعني الميس بتاعت الرسم متضايقة من ابوها ورسمة راسها صغيرة، راسه صغيرة. انا يعني مالها ومال ابهات العيال. خلاص بقى يا ياسمين ما تزعيش مني بقى، خلاص بقى. يلا بص على بابا، لا بوسه جامده، بوسه جامده. آه لا جامده جدا، جامده جدا. خلاص زعلانين؟ يلا. سناء هاتي 30 جنيه. ليه بقى ان شاء الله؟ تمن اللعب اللي اتكسرت يا هانم. طب وانا مالي؟ وانت تلعب وتكسر وانا ادفع؟ يا سلام، انت اللي لعبت في دماغي وفهمتيني ان بنتي شايفاني مش عارف ايه وهي شايفاني احسن اب في الدنيا العلم. بقى مرات راس البسلة. راس البسلة دي بقى ما كانتش راس انا، دي كانت راس المدرسة. اما رسمت ابوها دي كانت راس ابو المدرسة، ما كانتش راس يا هانم. يعني المرة الجاية ان شاء الله بنتك هترسمك براس كرومبا. لا هترسم الصفحة كلها راسي. ورجليك فين؟ مالكيش دعوه. وايديك فين؟ مالكيش دعوه. طب جسمك فين؟ ما تتدخليش بيني. صوابعك فين؟ ما تتدخليش. انا الحق عليا اللي قلت لك بنتك بنتك. فرصتي فرصتي. حضرتك دي الحيطة، التماثيل اهي. يبقى اكيد حضرتك عايز بقى ورق برد صح؟ حضرتك تحبه مسطر ولا مربعات؟ ولا ولا انت مش عارف تكلم مع الزباين، قالك عايز ايه؟ عايز هشت باين. هشت ايه؟ سيبنا بقى. صباح الخير. حضرتك مش دي كل البضاعة اللي عندنا، يعني احنا عندنا بضاعة تانية موجودة في المخزن للزباين المميزين. مين فيكم صاحب البازار؟ ايه هتقول انا؟ مين فيكم ايه حضرتك؟ يعني باين في شرق فاسع بيني وبينه يعني. انا عايز اجر البازار. تأجره ازاي حضرتك اذا كنت انا اصلا ما اجره؟ لا انا مش عايزه شقه مفروشه، انت فهمت غلط وركز معايا، انا عايز اجره لمده يوم. يوم واحد متهيألي حضرتك مش هتلحق تربي زباين. يا دولة ممكن يجي بزبونه يا عم افهم. حضرتك يعني تليفون يا باشا. الو ايوه انا سادس بالبرج. يا ابني يا ابني ده ما بيتكلمش، مش ده اللي بيتكلم. اتفضل يا باشا. ايوه سادس بالبرج المخرج معاك. ايه بتقول؟ ايه احمد السقا اعتذر؟ عارف ان الفيلم من اخراجي انا سادس بالبرج واعتذر يا استاذ؟ قلت له سادس بالبرج. شفت احمد السقا اعتذر عن الفيلم، فاهم ان انا ستيفن سبيلبرج المخرج بتاع حواري هوليود في امريكا، بوظ لي 9 افلام لغايه دلوقتي. يا استاذ قول له سيد سبيلبرج بتاع نزله السمان. ايوه يا حبيبي ايوه، انا ما بلعبش، انا عالمي، انا اكشن. انتهى كات. حضرتك على كده بقى مخرج؟ انت ايه عايش بره التاريخ؟ ابقى تقل بقى دول عشان بره التاريخ ساقع. انا واعوذ بالله من كلمه انا 100 سنه سينما. كل سنه وحضرتك طيبة. يا استاذ ده تاريخي الفني مش عمري. يا استاذ في حاجه، في حاجه. ايوه ازاز، في حاجه في الحته فوق. حضرتك ازاز ازاز. حضرتك انت فاكر ان انا يعني مش مثقف فنيا؟ ده انا عندي معلومات جامده جدا وبعرف المخرج من اول ما اشوفه، دايما يبقى لابس البدله بالشماعه كده. شماعه؟ لا مفيش. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. الحقيقه انا مش جاي علشان اقعد، انا جاي التقط بعض المناظر من البازار علشان ادخلها بعد المونتاج جوه الفيلم الجديد بتاعي. حضرتك فيلم ايه؟ والله هو سافر. طب وانا مالي؟
فين اسمه؟ والله هو سافر. طب وانا ما اقدر، ايه علاقه هو سافر بنا مالي بالبازار يعني؟ هي دي الحبكه الدراميه يا استاذ. والله هو سافر، البطل عندي اخذ بعض التماثيل الاثريه حطها في شنطه وسافر وهرب من المطار. لما راح المطار التاني ظبطوه عشان يرجعوه المطار بتاعنا. انا قلت انا كمخرج هتلخبط بين المطارين، انا مالي ولا ما حدش عدي معاك. حضرتك ممثل؟ لا حضرتك انا جمهور. خلاص اتكلم بعد الفيلم ما ينزل، انا ياما بتشتم النقاط. خلاص خلاص هاجي اصور بكره. طب ما بلاش بكره، يا ريت حضرتك تخليها بعد بكره عشان انضف لك البازار بقى واوضبه. لا انا عايز البازار زي ما هو، بترابه بعبقه بكزرته بوسخته. بيكو بيكو انا مخرج درتي. لا ما واضح يا استاذ. حضرتك واضح بما ان انت واقعي يعني ودرتي، هسيب لك البازار زي ما هو كده ولا يا رمزي؟ نعم. انت مش هتبيت هنا النهارده؟ يا دولة. يبقى زي ما هو بكزرته. جالك صفقة تماثيل في البازار ولا ايه؟ صفقة تماثيل ايه؟ انا بس بختار تماثيل مميزة عشان تشرفني في البازار. يا سلام، دي فكرة هايلة. اقولك على حاجة بقى، انت لو عايز فعلا تعمل تسويق للتماثيل دي فانت ممكن تستخدم التقنيات الحديثة في التصوير والنت، بان انت تاخد زوايا بؤرية ليها من ابعاد مختلفة. بؤرية ايه وابعاد ايه؟ انا الموضوع ابسط من كده بكتير. في ناس جايين يصوروا فيلم عندي في البازار يعني، وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس ان البازار هياخد جايزة في مهرجان كان. جايزة في مهرجان كان؟ البازار؟ طبعا. وابقى بقى ايه؟ بازار عالمي، وكل المخرجين والمنتجين ييجوا بقى يتعاملوا معايا لان انا معروف وبيدفعوا جامد. والناس دي على فكره عادل، انا اسمع ان الاجور العالميه وصلت لحد 2 مليون. ما انا طبعا مش هقبل اقل من كده يعني، وخصوصا ان انا بعمل فيلم مع سيد سبيلبرج. ده عارفه ده اللي اخرج الفيلم بتاع اوعى رجلك لو سمحت عشان عايز اعدي والنبي. انا مش عايز صوت في البلاتو، عايز تركيز وانا بكرك. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. مين الحيوان اللي كان هو ده يا فندم؟ ايه يا دولة؟ وبعدين هو دلوقتي بيصور الهواء، مين اللي قدامه اصلا؟ انت مالك؟ انت بتفهم في الفن؟ لا يبقى ما تتدخلش. خلاص انا مش عايز مشاكل ومش عايز خناق، اما اجي اصور ما حدش يتكلم. انا بحسبك بتعطس. تركيز تركيز. مش عايز صوت في البلاتوز. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. يا جدع انت مش هتوترني انا، انت هتوتر الممثلين. هما فين الممثلين؟ مش شايف حد حضرتك. هما فين الممثلين؟ مش في حاجات تافهه عبره يعني، ما تهمنيش. صحيح حضرتك هتركز في ايه ولا في ايه؟ انت كفنان طبعا مسؤولياتك كتير ما شاء الله. خلاص خلاص انا هستعين بالانتاج. استاذ عبد الحميد انتاج. ايوه استاذ. ايه يا استاذ؟ فين منى زكي؟ في الطريق يا استاذ. خليها تيجي عن طريق الدائري. حاضر يا استاذ. لا 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 لا، دائري ايه؟ بلاش الدائري، الدائري هتقعد تلف 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 مش هتعرف توصل، لكن حضرتك لو جت خرمت من المحور هتوصل بسهوله قوي. انت كده فعلا، خليها تخرم من المحور عشان تيجي بسهوله. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه، انا عايز 3 وجبات وازازتين ميه معدنيه و3 باكيت سجاير. حاضر يا استاذ. انا مش اي مخرج. من عينيا يا استاذ. اتفضل يا اخويا. اتفضل يا حبيبي. نركز مع بعضينا كده بقى. اتفضل. نركز مع بعضينا. الو التليفون يا استاذ. ما تجيش التليفونات لو انا بخرج. معلش يا استاذ. الو ايه؟ احمد السقا مصر على الاعتذار؟ لا ما هو عاوز يعجزني، انا عارف ده موقف وانا هعجزه بقى. يرجع ال 20 جنيه العربون. يرجع وينسى العالميه. واتصل لي بكريم عبد العزيز، خليه على الويتنج على طول كده. اتفضل. يعتذر قال. يا استاذ سبيلبرج معلش يعني، الاستاذ احمد السقا ده ابن حلال والله، ده حبيبي. انت تعرفه؟ يا نهار اسود، ده عز المعرفه. ابن خالته، واخد بال حضرتك؟ يبقى صاحب ابن عمه مراتي. وبعدين يعني حضرتك بلاش حكايه قطع العيش دي، يعني عايز تغسل له اغسل له. لا يغسل له ايه؟ افرض حصان. احمد السقا هيصرف منين على الحصان اللي عنده؟ هو عنده حصان. الو استاذ كريم عبد العزيز. يا استاذ كريم عبد العزيز. ايوه استاذ كريم عبد العزيز. والله الو. ايوه كراميلا، انا سيد سبيرج. لا الدور المرة دي مختلف تماما، بائع آثار متجول، بشنطة كده زي اللي بيمشي في اسكندرية على القهاوي، ومطارد.
يعني مطارد فيه مطاردات كتير جدا في الفيلم. يا استاذ كريم، استاذ كريم حضرتك ده دور امينه، ده دور جديد على حضرتك خالص، وانا بحب حضرتك خالص، وشفت الافلام بتاعتك كلها، اللي هو بتاع حراميه في تايلاند كي جي 2 دي، وام علي اللي هي كان عليها زبيب. ايوه استاذ كريم، مين اللي بيقول لك ام علي اللي عليها زبيب؟ ده كومبارس متكلم معايا. استاذ ممكن نسلم على الاستاذ؟ يا جدع يا جدع، ازيك يا استاذ كريم؟ انا بحبك وعايز اتصور جنبك. عايز اتصور جنبك يا استاذ؟ ايوه يا استاذ كريم، مين اللي عايز يتصور معاك؟ ده كومبارس صامت. غصب عني، ده هم بيشدوا مني التليفون وانا واقف. ايوه اصل الدور حلو قوي. ايه؟ قفل السكه في وشي، بس انا مش هيأس، انا هجيب ممثل عالمي امريكاني. اتصلوا لي بسليمان عيد. سليمان عيد؟ ايه حضرتك اللي خليك تجيب ممثل من جنوب افريقيا؟ وبعدين حضرتك يعني ده مش عضو القابة، البطل اللي هنا حضرتك لازم يبقى مصري، ولازم يكون رضع من نيل مصر، ومشي في شوارعها، وشرب من نيلها، وركب تكاتكها. ايه الوش ده؟ ده وش القفص. انت ما فكرتش تمثل قبل كده؟ انا فكرت يا استاذ. انت عمرك فكرت؟ انت عمرك فكرت؟ خلاص اسكت خالص حضرتك. يعني انا صراحه ما فكرتش، يعني بس يعني من زمان كان نفسي امثل من تاني اعدادي. حلو قوي، اعمل لي اي مشهد كده عشان انا شايف فيك حاجه كويسه كده. حاضر امثل لحضرتك؟ اقول اكشن مثل. حاضر. اوعى اوعى يا ابني. اتفضل. اي مشهد بسرعه كده. حاضر. اكشن. انا همثل لحضرتك مشهد اللي هو واحد عنده مساعد. مش عايزك تحكي يا حبيبي، انا عايزك تمثل وانا اللي اقول، يعني انت خش على طول في التمثيل. حاضر. اكشن. هو بقى عنده مساعد غبي قوي. مش عايزك تحكي، خش على طول في المشهد. اكشن. طب هو ممكن يعمل دور الغبي؟ ايوه ماشي ماشي. بس ايه، ما تعملش دور غبي، يعني ما تمثلش، يعني خليك بطبيعتك. ماشي. اكشن. حاضر. ولا فين انت؟ ايه انت كسرت التماثيل ولا ايه؟ ايوه يا بطل. طب انت ايه ده، التماثيل اتكسرت؟ يعني يبقى انت كده هتبقى مخصوم منك، هخصم منك فلوس كتير جدا. يلا يا رمزي يلا. انا تحتك، انا تحت امرك يا بطل يا نجم. خلاص خلاص، بص سيرفس كده اهو، سيرفس. وروح بقى دلوقتي غور من، تعالى كده ما تبقاش على اكسل، غور من البازار دون بسرعه. لا بسرعه، ما تدوس على المخرج. يلا يا ابني، يا ابني حاسف. و ها بسرعه. طيب مش ممكن. وشك فيه فوتوجينيه. فوتوجينيه؟ هايل، ربنا يخليك. انت بطل الفيلم الجديد بتاعي. انا البطل. يلا يا رمزي انا البطل. الو. ايه الحق يا استاذ، حجز الاستوديو اتضرب، هنصور فين بكره؟ صدق ان انا متشائم منك، كل ما تيجي معايا لازم الاوردر يتضرب. حظك سيء يا استاذ، الفيلم ده انا مش هعمله، انا هبدا فيلم جديد. سلام عليكم. يلا يا ابني شيل الكاميرا يا ابني. دوله دوله الحقوا بسرعه دوله. خليه يصور عندك في الشقه بدل ما اي حد من النجوم يعني يجيب له شقه ويصور فيها وينتش البطوله. لا بطوله تتلطش مني، ده انا ما صدقت فرصتي جت لغايه عندي من غير ما اقصد. يا استاذ سبيلبرج. نعم. وحضرتك ايه، معزل ولا ايه؟ استاذ حاجاتنا بس. استاذ سبيلبرج حضرتك يعني ما تفركش ولا حاجه، ممكن تصور عندي في البيت. يا جماعه ساعدوني بقى يا جماعه، ده انتوا اهلي وعيلتي، يعني المفروض تقفوا جنبي. النهارده بدايه طريقي للنجوميه، والراجل المخرج والناس اللي جايين يعملوا الفيلم ده قالوا ان مفيش حد يبقى موجود في البيت، ساعدوني يا عادل. والنبي انا عايز اشوف منى زكي، وبعدين فيها ايه يعني؟ في ممثلين كتير قوي مراتاتهم بتروح لهم وهم بيصوروا. انا مش هخرج من هنا، مش هتحتح من على الكنبه دي. هنروح فين يا عادل طول النهار؟ يا ماما استحملوا يا ماما، دي حاجه بسيطه يعني. وبعدين عموما انا ممكن ادي كل واحده فيكم 20 جنيه يعني تشبرقوا نفسيكم. هات انا 10 جنيه ومش هخليك تشوف وشي خالص. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ده انت كمان 5 دقايق هتبقى نجم النجوم. اللهم صل على النبي. كمان 5 دقايق لما ابقى نجم. انا دلوقتي ما بقتش نجم يا رانيا، يرضيكي كده يا رانيا؟ اقل من 40 جنيه مش هتزحزح من على الكنبه. يا ماما. طب ماما عقليهم انت يا ماما. كنت عقلتك انت، كل واحده تحط في ايدها 100 جنيه. 100 جنيه تستغلوا الموقف يعني؟ ماشي انا موافق، تعالوا بس هديكوا الفلوس بقى وانتوا خارجين. يلا. ايه مفيش ثقه ولا ايه؟ مفيش ثقه. مفيش امانه؟ مفيش امانه. هات يا عم. اتفضلي ادي ال 100 جنيه اهم. وريني اهم. هات دوري. اتفضلي يا ماما ادي ال 100 جنيه.
اتفضل يا راني. عديهم كويس. بقول لك يا عادل، امان عليك النبي يا عادل ما تبص لمنى زكي. على الله بس هي ما تبصليش يعني. ايه عامل فيها امي يعني ولا ايه؟ انا عايز اخد 100 جنيه انا كمان ادول. يا 100 جنيه ايه؟ ما انت قدام عينك اهو 300 جنيه راحوا ليهم، و200 جنيه اديتهم لمجيده والنجلاء والياسمين، 500 جنيه في يوم واحد. بس كل دي مش اشكال، فلوس بقى اللي بحق وحقيقه هتيجي بعدين. عارف يالا يا رمزي؟ عارف بقى يالا انا بحلم بايه؟ بايه يا دولا؟ بحلم بقى ان انا ابقى نجم كبير، والاستاذ محمود سعد يستضيفني في البيت بيته ده، ها؟ وبعدين يقعد يقول لي اشرب العصير يا نجم، اشرب العصير. كنت من زمان وانا بتفرج على النجوم اللي بيستضيفهم وهم بيشربوا العصير كنت هموت على بق عصير. ان شاء الله يا دولا. هو البرنامج ده هيجي الساعه كام يا دولا؟ بس بقى يا رمزي ما تبوظليش الاحلام اللي انا فيها، وصوري بقى هتبقى ماليه الجرالين وتبقى ماليه المجلات، وصوري بقى كمان ايه على كوبري اكتوبر، كل كوبري اكتوبر مرشق صورتي بقى، مرشق صورتي صور كبيره مع النجم الجديد عادل سعيد. حلو برضو الاسم ده على فكره. حلو الاسم، انت اول مره تعرف اسمي. مع النجم عادل سعيد في فيلمه الجديد. الله، هو سافر. طب وانا مالي؟ التاريخ هيبتدي يتسطر. يلا تعالى عليك يا دولا، ربنا يبارك لك ويكرمك يكرمك. ساعة بنرن الجرس يا اخي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا استاذ منور. اهلا وسهلا يا استاذ سبيلبرج. ايه راي حضرتك في الشقه بتاعتي؟ يعني حضرتك انا كله مظبوط زي ما حضرتك كنت طالب. مكان حلو قوي. في حد غيركم هنا؟ لا انا وهو بس. مش حضرتك قلت لي ماشي بقيه العيله؟ حلو قوي، عشان يبقى المكان فاضي واخد الشطات بمزاجي وعلى روقان. صح يا رجاله؟ صح يا باشا. ايه ده يا عصابه؟ ساعة الباشا، امال فين منى زكي؟ لا 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 لا، مالكش دعوه بالزملاء. فين منى زكي؟ فين فلان؟ ما احبش اي ممثل يبدا البدايه دي معايا. لا مخرج عبقري، ما احبش الجو ده. تخليك في شغلك ومشاهدك. حاضر. تحفظ المشهد اللي انت هتعمله. حاضر. فين المشهد؟ اهو يا فندم. يقول لك فين منى زكي، فين عمر الشريف، وما يجي يمثل يقف. اتفضل، ادي المشهد اهو. ان شاء الله هحفظ وكله تمام. اتفضل. ايه ده بس حضرتك؟ ده ايه ده؟ ده اربع صفحات. طب ممكن اقعد احفظهم على جنب مع نفسي كده جوه يعني مثلا في الاوضه جوه؟ اه اتفضل. ممكن اخش اسمع له؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انت هتسرق الكاميرا من اولها. هي كده بدات، هي الممثلين كده يسرقوا الكاميرا. خش اتفضل. تسرق الكاميرا من اولها. امشي. ماسفين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لينا. بقى دول، ها فرصتك يا عم وجات اهي، ما تضيعهاش بقى من ايدينا. بقى ما تضيعهاش من ايدينا. وانت مالك انت يا ابني؟ احنا ولود عم يا دوله. بقى بص انا داخل على النجوميه، ما تفكرنيش ان انت ابن عمي بقى خالص. خلاص ركلس كده وخش بقى على المشهد. يلا. مشهد يا ابني ده عامله بصبع رجل المشهد ده. ربنا يوفقك يا رب. زوم ان على رجل امينه كده. امينه يا خينا، بعد تعب كل السنين دي والشقة والغربة، جاية دلوقتي تقوليلي خلاص؟ أنا مش هسيبك. هقتلك 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 هقتلك. الله يا دولة، الله الله، والله يا ابني تاخد فيها فوسكر. أنت مولود نجم يا دولة. بس دي يعني فيها دراما يعني يا دولة. افرض المخرج دلوقتي قال لك يعني اعمله مثلا رومانسي. رومانسي؟ دي لعبتي يا ابني الرومانسي. يلا بقى دولة. زوم إن على رجل أمينة كده يا أمينة يا خينة، بعد تعب كل السنين دي جا دلوقتي تقوليلي خلاص؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله والله والله حبيتك يا دولة، حبيتك. هي دي الرومانسية، هي دي الرومانسية بقى. ولا تقولي بقى ولا هاني سلامة ولا أحمد عزت. احمد عز يا ابني، احمد عز ايه؟ ايه رايك؟ 100 100 دوله وحافظ و100. افرض بقى دلوقتي المخرج يعني اتجنن في ودانه، ها، وقال لك اعمله مثلا كوميدي. كوميدي؟ ده لعبي انا اصلا كوميدي يا ابني. بص بقى. زوم ان على رجل امينة كده يا امينة يا ايه؟ يا ايه؟ يا خاينة، بعد تعب السنين دي يا تقولي لي خلاص؟ لا خلاص ايه؟ عارفة هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ انت ايه عامل امينة؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ والله ينفع كوميدي برضه. هقتلك
هقتلك هقتلك هقتلك. الله الله عليك يا دولا، الله، هي دي الكوميديا. امال ايه يا ابني؟ كوميديا كوميديا بقى، لا تقول لي محمد سعد ولا محمد هندي ولا غيره. محمد هندي يا دولا، انت هتعرف اكتر مني، ده صاحبي. يلا طيب يا دولا، يعني معلش، يعني افرض يعني منى زكي معانا وبتاع، فاكيد هيبقى في مثلا استعراض ولا حاجه. استعراض؟ اه ده لعبتي يا ابني الاستعراض. يا نهار ابيض، انا اصلا كنت في فرقه رضا، اتخانقت مع رضا بقى. المهم يعني الاستعراض، زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه.